Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. الإنسان بحاجة لمين يذكره ويضوي يضويله دايما على قلبه يقدر يضل ماشي بهالوجود بنعمة الله. الإنسان بينسى، هيدي مشكلة الإنسان. نحن دايما هلا إني عم تسمعوا الإنجيل، نحن هلا شي 100 بالكنيسة وأكثر. إذا بوقف من بعد القداس على مدخل الكنيسة بقلكم شو كان كلام الإنجيل، يمكن شي 2-3 بيحذروا، إلا إذا كان قاضينه قبل أو دينيون مهم أو قلبهم مفتوح للرب. وهيدا الشيء عملته هونيك مرة، حطيت شباب على مدخل الكنيسة، يعني مش إنه راحوا على البيت وسألناهم إنه بالبيت شو كان الإنجيل اليوم. كان 3/4 الناس ما بيعرفوا شو الإنجيل. عشان هيك اخوتي نحن بحاجة لروح القدس بحياتنا، بحاجة لروح الله يعلمنا. هو روح المشورة، روح الحكمة، روح العلم. في مواهب كثيرة للروح القدس، والشباب اليوم زينين الكنيسة وراج، مش لأنه صار عندنا قانون انتخابي جديد بلبنان، لأنه اخوتي هودي الأوراج يعني الحياة، والحياة يلي الناس اللي من عند الرب، حياة مليانة رجع. هيدا رمزية اللون، ما يكون عنده أي رمزيات سياسية بهالحياة، ولكن حاطين لنا 7 هيك 7 شقف يلي هن بيرمزوا لـ7 مواهب الروح القدس. الروح يعلم ويذكرنا بوصية المسيح، هي المحبة. من يحبني يحفظ وصاياي. عن هلا الروح القدس اليوم بدنا نطلب منه ونفتح قلبنا ونقول له دايما علمني، تفوت بسر الله، سر الثالوث الاقدس يلي هو سر الحب. ما في أجمل يا أخوتي من الإنسان اللي بفوت بسرنا. والشيء اللي اكتشفته اليوم امبارح عم بتأمل بالإنجيل، أو كل هالجمعة بتأمل بهالإنجيل، إنه كلام يسوع للإنسان كان كله مثل الوصية، وصية البي لأولاده. إذا بتقروا الإنجيل وبتسمعوا كلام الله دايما بنلاحظ مثل كأنه عم يعطينا وصايا، مثل كأنه بده يموت، هو هيك يعني مش مثل كأنه، هو بده يموت وبده يينا إنه يحفر بقلوبنا وصيته هو الأساسية. من يحبني يحفظ وصيته، حبوني، مش أنا، حبوا يسوع، وصية يسوع إنه نحبه. هالحب رائع، ونحفظ هالوصية. كيف بنحب يسوع؟ كيف بنحفظ وصية بهالوجود؟ هيدا السؤال. يا ما في ناس منكم، وانا اول واحد، انا بحبك يا يسوع، بس هل يا ترى شو هيدا الحب؟ كلام ولا عم بحفظ هيدا الحب؟ بتعرفوا شو يعني احفظ وصاياي؟
أحفظ كلمتي أولا رياء معرفة للكلمة. كيف بدي أحفظ وصايا الرب وكلمة الله وأنا إذا بسألك سؤال بالإنجيل ما بتعرف؟ في ناس خاصة أولاد أولادكم بيجوا أولاد على الكنيسة هون بعمل هيك تجارب مش فاهمين الإنجيل. عم بحكي مش بالتفاصيل المبدع، عم بحكي بالاحداث الكبيره. انتم مسؤولين، باي والام مسؤولين توصلوا الكلمه تلك كلمه لاولادكم، هيك تحفظوا الرب، تحفظوا كلمه الله. نقريها على الحديده، مش تحفظها لك يا خيي عند اخواننا المسلمين. لك هي قد 12 13 سنه حافظ القران كله. غريب. ونحن اولادنا ما بيعرفوش كلمة. ثانيا نحفظ، مش نحفظ بس على الغيب ونقرا المخلصة، حلو نحفظ على الغيب بالإنجيل. ثاني نقطة نتأمل، نتأمل بهالكلمات ونفهم معانيها. عندكم الجوجل على الإنترنت، عندكم على الإنترنت مليون ليان des multiples de millions de liens qui expliquent l'Évangile. Ma troule ou ma barrière, ou mon type de FM et l'Évangile, chouaïda, qui peut être FM et l'Évangile, chouaïda, mais n'est-ce pas qu'il y a un le qui parait à l'albi, c'est que l'Évangile, 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 c'est que فسر لي الانجيل. ولادي عندهم 100 سؤال، مره رحت عند عيلي قعدوا الاولاد كاتبين الاسئله عارفين ابونا جاي. قعدت عندهم صاروا يسالون الاسئله واحد ولا الثاني، كل سؤال اصعب من الثاني. شو هيدي هيدا الكاهن؟ بدكم انتم شو باين يعني ابونا؟ بتقول ابونا بس بنيجي بنشوفه بالكنيسه كيفك ابونا مش الحال هو. ما الابونا بده يكون هو ابونا للعيله باسم يسوع. نحن ثلاثة هون ما لازم نكون عم نهدى ولا لحظة، ولا لحظة، ولا لحظة لازم نكون عم نهدى بالأرض، ولا لحظة يكون عندنا لحظة ننام فيها هون على بالرعاية. وأنا قاعد مش عم بعمل شيء كل النهار، مش عم بتشغلوني. ما تصدقش هيك إخواتي مهم تأمل، فوت بسر عمل الانجيل، هيك بحفظ كلمة الله. تالت نقطة وبخلص، نشهد، نبشر، نأنجل العالم، هيك بدي احفظكم اياها. ايفانجيليزاسيون، انجل، الانجل، ايفانجيليزاسيون. أي مسيحيين نحن نحفظ كلام الله مثل يسوع أنا بحبك دخيل إجريك يا قلب يسوع وأنا ما بحكي فيه. لك مع ابني بالبيت ما بحكي فيه، مع جاري لانه ايه ننتبه هني قطيها ودي بنفوت بنصير قطيه مثلهم. شو هالموضوع؟ لك هني قطيه ايه بس هني يا حرام ناطرينك تقول لهم كلمه تيطلعوا من هالتعاسه اللي هني موجودين فيها. شو حرام؟ احترام الانسان الاخر معتقداته للخي على راسه وعيني. مش عم بقول لك لا، عم بقول لك نحن رح نضربه بالعصا لانه ما بيؤمن بالله. بس هيدا ناطر خلاص، ناطر خلاص. اذا بتحترم له انسانيته بتعطيه كلمه الله. كيف بدنا نحفظ كلمه الله؟ مش نحفظها نخليها بقلوبنا، نحفظها بقلوبنا بحياتنا نبشر فيها كل العالم. هيك تحفظ كلام الله يحفظ في العالم والبشري بتاريخ الخلاص. نطلب من الروح القدس اليوم يعلمنا، يعطينا حكمة الله تكون عم نحافظ على كلمته بهالوجود وننشرها بكل العالم. وهيك بنكون عم نعيش الحب الإلهي، وهيك بننام ومنورد حياة السماء.